السلام عليكم. شو بدي زاد فاني كنت نعاود نقول له نتكلموا على المقابله على البطوله الالمانيه، البطوله هذه البطوله اللي نبغيها، والله على البطوله اللي نبغيها على الشخصيات اللي فيها، ناس اللي يامنوا بالعلم، يامنوا بالقرايه، يامن لك بالدبلوم، يامن لك باللي تكون قاري باش تمشي شركه، ولا تكون قاري باش تمشي فريق، ولا تكون ماشي جاهل ماشي. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا احنا مسلمين، يا احنا رانا احنا خلينا القران، رانا نتبعوا في الجهل، ورانا نتبعوا في ناس جاهلين، والله العظيم الناس ساكته وعجبتهم، وتسيب ناس يهضروا يقول لك خلوا الناس تخدم، ما كان تخدم يخدم كي يخدم. هذه هي اللي انا مشي باغي ندخل في رسالنا اليوم. غادي نشوفوا كلاسيكو ناري، كلاسيكو كبير، رغم بروسيا دورتموند بين بايرن ميونخ وبين بروسيا دورتموند، رغم بروسيا دورتموند ماهيش في احسن احوالها بصح حتى هي لا. شوفوا اليوم شخصية تاع فريق، تقاليد تاع فرق. بايرن ميونخ عندها تقاليد تاعها، بروسيا دورتموند عندها تقاليد تاعها، وين الفريق خاصة بروسيا دورتموند اللي ما يبغيش ينهزم امام هذا الفريق، كيما يقول لك العدو تاعو اللدود. على هذيك غادي نشوفوا اليوم، وغادي باريس بايرن ميونخ يملك فرصة كبيرة للتتويج باللقب الدور الالماني امسية اليوم عندما يواجه غريمه التقليدي بروسيا دورتموند ضمن الإطار الجولة 28 من الدور الألماني قبل 6 جولات من عن نهاية البطولة. ويتصدر بايرن ميونخ سلم الترتيب بفرق 17 نقطة على شاك صاحب المركز الثاني، و18 نقطة عن بروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثالث. وبالنظر إلى فرق الأهداف الكبيرة فإن بايرن ميونخ سيتوج باللقب عمليا علميا، زعما كيما نقولوا حنا بالنقاط وبال على الورق هو راه شامبيونسنا. ان تمكن من خروج في هذه الجوله بفرق 18 نقطه وبدوره يبحث الفريق بروسيا دورتموند عن ظهور جيد جيدا ليعطل آلت بايرن ميونخ، ورغبته منه ايضا في اللعب على المرتبه المؤهله للدور الابطال في الموسم المقبل في ظل تنافسه الشديد مع فريق شاك والفرق الكبيره اللي راهي كما يقول لك تنافس في بوروسيا دورتموند. بوروسيا دورتموند فانيك الفريق اللي يحوس كيفاش باقي ست جولات، ست تاع الماتش يتغيروا فيها بزاف صوالح. على ذيك بوروسيا دورتموند تحوس كيفاش تجلب نقطة ولا تفوز ولا تفاجئ بايرن ميونخ. لي بايرن ميونخ كما يقول لك نفسيا والورق راه هو بطل ألمانيا. هذه هي، وإن شاء الله نشوفوا مقابلة كبيرة، وربي يحفظكم وصحيتكم.